السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج كارد جيلي. دائما عودناكم باستضافة المواهب المختلفة في شتى المجالات. اليوم يحضر معي رسامين أتونا من ولاية بومرداس. لنبدأ أو بداية خلينا نرحب بعرقاب محمد نجيب، رسام أتونا من ولاية بومرداس. أهلا وسهلا بك نجيب. أهلا وسهلا، ونشكر الأخ إمادة على الاستضافة، وشكرك كثير. ان شاء الله نحن نشكرك على تلبيتك الدعوه، كذلك وحضورك معنا اليوم لبرنامج كارجي. وكذلك حاضره معنا اليوم رسامه حداد سعيده، اتتنا من بلديه برج منين ولايه بومرداس. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا الاخ عماد، نشكر قناه سلام تي في على هذه الاستضافه الجميله، وان شاء الله جزء نهارنا مليح. ان شاء الله نشكرك انت كذلك لتلبيتك الدعوه وحضورك معنا اليوم لهذا البرنامج. نحضر معكم. العفو، دائما نحن ندعم دائما المواهب في عالم في شتى المجالات. طبعا بدايه خلينا نبدا معك محمد نجيب عرقاب، خلينا نتعرف من هو الرسام نجيب. شكرا على المقدمه الجميله. العفو عماد. معكم عرقاب محمد نجيب من ولايه بومرداس، ضبط بلديه بني عمران. بدينا الفن التشكيلي كموهبه فطريه منذ الصغر، كنا نرسمه وتعلمنا من احتكاك ومشاركات، يعني في غالب الوقت تطبيقيا كان اكثر منه تعلم، يعني ما تعلمتش رسم بزاف، تعلمت من الانترنت، من الاحتكاك مع الفنانين كما الفنانه سعيده نشكرها من المنبر. نعم، قبل أن نجيب، قبل أن نبدأ يعني إحنا حوارنا في عالم الرسم وفي عالم الفن اللي بديت به، ممكن يعني أعطينا تعريف ولو هكا قليل عن نفسك، عن كيفاش بديتك في عالم الرسم؟ بالطبع لما كنت في سن صغيرة بديت الرسم بعمر 3 سنين، وشاف الأب تاعي بلي عندي موهبة في الميدان هذا، وبدا يجيب لي ألوان هكذا ونسي نرسم. وكي لحق 8 سنوات شاركت في أول مسابقة وطنية، وكان دهشة أني جيت في المرتبة الرابعة رغم أنه المنافسين كبار، يعني كانت الموهبة منذ الصغر وحبيت هذا المجال وكملت فيه. وكي تقول ناجيب يعني دائما تجي في ذهنك أنه رسام، بس رسمت هكذا برا، رسمت والفت، يعني فرضت على المجتمع اني انا رسام وان شاء الله نديروا حاجه. ان شاء الله. ما شاء الله. ويعني كم كان عمرك منذ بدايتك في عالم الرسم هذا نجيب؟ يعني لك كما قلت لي انه كان عمرك حوالي 4 سنين ولا 6 سنين؟ 3 سنوات. 3 سنوات بديت في عالم الرسم، يعني هذا يعني في سن صغير جدا، انه طبعا تلقيت دعم، تلقيت ممكن حتى من العائله. بالطبع، يعني لي ينكر فضل العائله الا الجاحد. نحيي الام والاب اللي ديما يوقفوا معاك، يعني دائما الام والاب هما اللي يعاونوا الابن. والمجتمع، اي انسان يحب ينجح يبدا من العائله، ومن بعد يتطور يبان في الحي تاعه، وبعد يطلع ويبان بالك في ولايته. والحمد لله اليوم يعني وطنيا نقولوا يعني صافا الحمد لله. احنا دائما انه نرى انه دائما المواهب دائما يقول لك انه يعني العائله هي الدعم الواحد الاساسي، ممكن اللي يدعم الشاب حتى المواهب، حتى وان لم تدعمك يعني بطريقه مباشره، لكن انه يشجعوك ويشوفوا فيك حاجه كبيره من افضل دعم، يعني صح انهم موجودين وفرحانين بال خلينا نمر لحداد سعيده رسامه كذلك. سعيده، احكي لنا كيفاش كانت بدايتك مسيرتك، قبل كل شيء عارفين عليك ونعرفوا المشاهد من هي سعيده حداد. نقدر نقولوا رسامه بس مازالني شغل في الهوايه، مازال ما بديتش مليح، مازالني هاويه. معكم رسامة حداد سعيدة اللي جاكم اليوم من بلدية برج منين لولاية بومرداس. أنا الرسمة بديتوش منين كنت صغيرة، ولا كانت عندي موهبة، شغل كانت عندي موهبة ماشي فطرية، مكتسبة. حتى كملت الباك تاعي كنت مانتيريسيا غير مع القراية، القراية ما اكتشفتش بلي عندي موهبة الرسم. أيا كانت واحد الكلوب هكاك تاع لافاك تاع في بومرداس داروا مسابقة للرسامين، كانت صاحبتي قاعدة قلت لي سعيدة علاش ما ترسميش كش حاجة، اللي هي نقدر نقولوا بمثابة أختي حد لدرع أحلام، نوجه لها تحية. قالت لي علاه ما تشاركيش منا وسيي، بالك يولي عندك مهنة واحدة أخرى آخر من القراية، فرسكم ماشي كامل الناس يصيبوا راحتهم في القراية ولا.
تكلت على ربي سبحانه وقلت نشارك. رسمت عين باسكو انا نحب نرسم بزاف العيون. اي بعثات حصلت على المرتبه الثانيه. بعد درنا كانوا شويه معقدين من هذا السوجي تاع الديسا، قالوا لي كيفا وضيع قرايتك. جات خالتي نهدي لها تحيه بزاف، خالتي نعيمه، قالت لها ماما خليها تلقى روحها في الرسم هذا، بالك والي يطلعها، بالك صبحتها اكثر من القرايه. دخلت فيه والحمد لله كي دخلت فيه، ونقول الجامع فنان سواء كان عنده الماتيريال ولا لا لا، نقول لهم تخليش الفن تاعك يضيع. الفن ماشي كامل الناس عطالهم ربي فن، ماشي كامل الناس رسامين، ماشي ناس كامل يكتبوا، كل واحد كيفاه. تسمى نعطي رسالتي للفنانين ما تضيعوش حاجه عطاها لكم ربي سبحانه. من جهه حكايه الرسم ان شاء الله نكون فنانين عالميين ان شاء الله، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كامل اجمعين. وشغل حبيت الرسم نصيبه بزاف كي نكون في حاله اكتئاب ولا زعفانه، نصيب روحي بزاف فيه. كي نتوجه ما نتوجه لصاحبتي، ما نتوجه لماما، ما نتوجه لاختي، ديريكتومون نتوجه للورقه. نحب بزاف نتعمق. يعني احنا درك نشوفوا احنا انه المواهب يعني كل واحد ممكن، حتى يعني دائما لو تشاركني راي نجيب انه الرسامين وحتى الكتاب يعني يقول لك ان المواهب تاعي ممكن راح نفرغها في الورقه والسياله، يعني اني نرسم نكتب، ممكن هذا هو الشيء الجميل اللي راح يخلي انه الشاب يبدع في من خلال يعني حتى الشعور اللي يشعر به من خلال ابداعه في الورقه. نجيب وكذلك يعني سعيدة أنك أنتم يعني أرى أنه عندكم لديكم عديد من الأعمال اللي راكم مشتركين فيها. ممكن يعني خلينا نروح نشوفوا المشاهدين، خلينا نشوفوا فيديو من أعمالكم من مختلف الرسامات اللي رسمتوها ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام شوفوا أحد الأعمال لنجيب وكذلك الأخت سعيدة حداد، خلينا نشوفوا وقعدوا معنا. مشاهدينا الكرام كانت هذه احد اعمال نجيب عرقاب محمد نجيب، رسام كذلك من بومردس، وحتى الكاتب او الراسمه الرسامه عفوا حداد سعيده. مشاهدينا الكرام او نجيب يعني هذه اعمالكم، خلينا نشوف كيفاش كانت يعني بدايتكم وكيفاش يعني ممكن بديتوا مسيره مع بعض وبديتوا تخدموا مع بعض، كيفاش كان التواصل بيناتكم بين الرسامين؟ يعني كاين ذكر كما نشوفوا احنا انه الرسام يقول لك ممكن حتى رسوماتي نرسم انا وحدي ما نقدرش نشارك حتى الرسمات تاعي. صح، يعني الموضوع هذا جميل. في اي ميدان يعني في الرسم ولا في الكتابه صحافه دائما نحتاج الفريق، لانه الفريق فيه تكافل ويتعاون، نتعاونوا تلقى كل واحد يعاون الاخر. وفي واش حكيت قبيل سعيد على المسابقه، يعني شاركت معاه في ذيك المسابقه. وتشوف بلي العمل الجماعي يخليك تكتشف موهبة تاعك وتحب تطور فيها، كما عملت الأخت سعيدة ما شاء الله، يعني زادت طورت في المجال. ونحيي جميع أفراد نادي بلاك أرت اللي دخلوا معنا ثاني، كونا فريق أنا وياها، أنا وسعيدة، الرسامين مختلف الأعمار، شباب مواهب، وكل واحد يمد الطاقة الإبداعية تاعه ويستفاد من الآخر. ويعني تكون فريق افضل من انك تكون وحدك باش تواجه العالم هذا، وكل واحد يبي الابداع تاعو بطريقته الخاصه، وهذه هي لازم يكون الفريق. والرسم موهبة اكتساب، يعني انت كرسام ويعني عندك طبعا راه عندك ممكن موهبة كبيرة او مدة كبيرة وانت في عالم هذا الرسم، يعني هل الرسم هو موهبة اكتساب نجيب؟ فهذا السؤال يعني في كل ميادين، يعني الرسم كما في الميادين الصحافه. ان تكون انك تكون موهبه وانك تكون مكتسب للموهبه
مختلفان في شيء واحد، انك كي تكون موهبه عندك طاقه ابداعيه اكثر، لانك انسان شغل تخدم الخيال تاعك والعقل والقلب وقلبك اكثر من تكون مكتسب، لانه كي تكون مكتسب تتعلم لكن تقدر طول شويه. مش عندك لمسات، يعني لمسات هي لكن يقدر يتساوى بين المكتسب والهاوي. كما في كرة القدم رونالدو ميسي، رونالدو موهبة مكتسب، ميسي هواية طبعا. انه سعيدة يعني في الرسم نحن نشوف انه يعني الان ممكن تختلف الرسومات، تختلف يعني ممكن نعطينا هكذا يعني تعريف خاص، او ممكن حتى يعني بما انك دخلتي العالم الرسم يعني كيفاش يبان لك الرسم هذا طبعا في حياتك؟ من جهة نبداو بتعريف صغير للرسم. انا الرسم ديرو رسالة، كاين باش توصل لرسالة سواء تهدر سواء تمثلها، كاين عرفتي يسموها بالرسم، نهدي رسالتي بالورقة باش يفهموها. على انواع الرسم تكلموا عندنا رسم سريالي اللي هو الذي يعبر عن الحقيقة والخيال، عندنا الفن التجريدي والتكعيبي، عندنا اللي يحب يرسم ريال بزاف، كاين العديد من انواع الرسم كل واحد فاش يلقى راحته. كيما انا باريكزوب نصيب روحي بزاف في حاجة سرياليزم، على نحب نمزج الخيال تاعي مع الواقع، على الواقع اللي انا نعيشو فيه، على سورتو كي تكون في سن المراهقه تكون تبدع في الورقه. كاين بزاف من المراهقين يجوزوا شغل في حالات، كل حاله تختلف عن حاله اللي كل شخص يختلف عن الحاله تاعو للشخص الاخر. ايه وانا كيما قلت لك نعبر بزاف في الورقه، الوغ نصيب روحي في سرياليزم بزاف. والرسم يعني لما نقول انك بديتي في عالم الرسم يعني واش مثلك ممكن حتى الانتقادات يعني تعليقات ممكن حتى اذا حتى اذا كنتي تشاركي ممكن رسوماتك عبر خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا الانتقاد او التعليقات السالبه العكس، تحب واحد ينتقدني، كي ينتقدك واحد كل ما تزيد لا كونفيونس في روحك، كل ما تزيد تتعب، كل ما تزيد تجتهد. اي من ناحيه الدراسه واحد يجي زعما يقول لك انت ماكش تقرا، انت ما تعرفش تقرا، وعلى هذا يعرف يقرا، شغل دير المجهودات تاعك، تبذل المجهودات بهذا من الغدوه ما يزيدش يقول لك انت ما تعرفش، انت ما تعرفش. فهاد الدنيا ما كاش فينا الواحد اللي ما يعرفش، كامل نزيدو نتعلمو. كي تحب حاجه تتعلمها تعب السيف عليك، تحب تتعلمها يكون عندك هذاك التلذذ في الفن تاعك. سينو يعني احنا نشوفوا انه الرسام الان ممكن حتى الانتقادات راح يزيدوا له دعم في حتى في نفسيته، الدعم ممكن حتى يبدع في رسومات اخرى كذلك. نجيب لانه الان دوكا في الرسم تتلقى العديد من العروض ممكن اللي تجيك من خلال حتى اماكن خارج ولايتك، يعني واش رايك في العروض اللي ممكن الرسم انت تختلف في الرسومات؟ طبعا حتى شفنا في ممكن مواقع التواصل الاجتماعي انك ترسم في حتى المدارس ممكن، واش رايك في هذا العمل اللي راك تخدم فيه؟ اسكو يعني تخدم فيه كواهي كممكن ام اكتساب لمال ام يعني وش رايك؟ يعني مهنة الرسم هو هواية وتقدر تردو مهنة وتقدر تديرو كهواية ايضا، ويعني مع الوقت كي واحد كي يكبر يولي شاب يولي يخمم يقول علاش ما نديرش ما نطور شغل الفن هذا ونولي نكتسب به رزق ونزور به ولايات ولما لا بلدان يوما ما لما لا. يعني بالرسم هذا تقدر تكون دخلت في عالم تعليم الرسم مع الاطفال، ونرسموا لي جرافيتي رسوم الجداريه، ورسمت بزاف مع الاخت سعيده، ورسمنا يعني تقدر الان رسم جاك كأسرة طبعا حتى تتعرف يعني ممكن في الرسم انك لما تشارك خارج الولايه انك ممكن حتى يجيك رسامين حتى من خارج عالم او خارج ولايتك يقول لك ممكن تتعرف على ناس جدد رسومات جديده. وحتى انك نجيب انك في التعليم كيف يعني هل تتلقى صعوبات من خلال تعليم الاولاد الرسم؟ في تعليم الاولاد يعني قبل ما نبدا تعليم درست سيكولوجيا تفكير عند الاطفال باش نتعامل معهم بطريقه يعني حسنه. يعني هذه اللي ساعدتك ممكن اللي تدرس للاطفال؟ وحبي للمجال هذا تاع الفن هو اللي يخليك يعني تحب العالم هذا، بس كي نقريهم ما نحسش اني استاذهم،
نحس راني في السين تاعهم، نعيش العالم تاعهم. وكي نكون في الحيط نحس باللي راني يعني في كل مكان اللي ترسم فيه لازم تعيش هذاك الدور. اذا ما عشتش اللوحه ما راحش يكون هذاك الرونق تاع اللوحه. صح، لازم تعيشها باش تكون لها معنى ورساله، حتى في التعليم ولا في الرسم ولا وكي وفيما يخص قلت لي المشاركه في ولايات، يعني بالطبع حتعلم من كل ولايه ثقافه جديده، نوع فني جديد، تتلاقى باصدقاء فنانين وتتعلم منهم وما يدوا منك. يعني اذا بنت وحدك ما تقدرش تقارن روحك اسكرك مليح ولا لا، لازم تقارن مع الاخرين الفنانين الاخرين باش تشوف النيفو تاعك وين واصل. نجيب ممكن او كذلك سعيده، يعني الان نحن نرى انه يعني في مواقع التواصل خلال مواقع التواصل الاجتماعي انه يتم سرقه الصور، ممكن حتى الرسومات اللي يقول لك ممكن حتى موش رسمه يقول لك انا ممكن تعرضت للعديد من الرسومات اني لقيتهم برا من خلال السرقه. وش رايك في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يعني عميق شويه. نقدروا نقولوا هذا في هذه السرقات تحدث كي يكون الرسام في البداية تاعه وبعد يكون مازال ملحق، ممكن ما عندوش بطاقة فنان ولا اللي تحميله الرسومات تاعه، يقدر يجي واحد يسرقهم له، يعني ما عندوش واش يدير. صح، وصعيب هذا الموضوع. وشفت بزاف أصدقاء في مواقع التواصل يسرقوا لهم رسومات، ويعني ما كاش حل إلا حل واحد، أنه يكتب الاسم تاعو ممكن في الصوره او في الرسمه، يكتب هذا يعني مام هذا وماشي حل. صح، الحل انه لو كان عندنا كيما مصر مثلا عندهم نقابه تاع الاعمال الكاريكاتوريه تحمي الحقوق تاعهم، لما لا في الجزائر يوما ما نشوفوا هك. وحتى يعني ممكن كذلك تستعينوا بحمايه المؤلفه اللي هي لوندا طبعا. ممكن كذلك سعيده، يعني واش رايك في هذا الموضوع من خلال سرقه الصور او الرسومات؟ انا دوك ما نعتبرهاش سرقه، كاين واحد يبغي يدي فكره تاع واحد يزيد الفكره تاعو يجبد فكره جديده، ما نقدر ما نعتبرهاش سرقه. يعني دي ديريكت ويحط اسمه في اسمك، هذه هي هذيك تاعو تولي شخصيته هو، يحس بلي ما عندوش شخصيه، ما عندوش افكار. تسمى ما لقيت تكون سرق لك انا الفنان يسرقوا له رسومات يكون فرحان، هذا الدالي فكرتي معناتها الفكره تاعي عجباته. صح، ممكن لا كان نقول لك انه يعني سعيده انه ممكن في الرسومات ما يقولكش انه هذا الاسم، ممكن يقول لك انا يعني بعباره انه سرقه، انها يعني يغير حتى فنين. اسم الرسام ممكن الرسومات تاعك ممكن يقول لك انا هذه انا ممكن انا رسمتها، ممكن انا الحاجه الوحيده اللي يقدر يديرها الفنان باش ما يسرقولوش هي كارت ارتيست. لا هذيك ما حش تقدر تمد دليل زعما بلي انت اللي رسمت هذه ولا محمي قانوني. لازم نكونوا محميين قانونيا. وفي هذا العالم سعيده واش راكي حابه توصلي ممكن؟ هل عندك اهداف في خلال الرسم؟ الحاجه الاولى انا حبيت نولي فنانه عالميه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. هذا الدوزيام لقيت راحتي فيه شغل كمهنه نخدم به، شو واحد يجيب رزقه بالرسم. شفت روحي بلي عندي موهبه ما نضيعهاش برك هكا شغل نرسم باش نرسم، يعني الرسم كما نقولوه فيه درا. انا دايرته مهنه ان شاء الله. نتمنى كل طبعا التوفيق ونجيب يعني من خلال الرسومات ان شاء الله، وطبعا الرسومات حتى في الجدران ان شاء الله. نتمنى طبعا كل التوفيق. واش رايك يعني في هذه المهنه ومن خلال يعني هل ممكن تنوي تكمل اعمالك كلها في الرسم؟ يعني بما انه نرى لا اعرف انتم كمختصين في عالم الرسم، يعني هل الرسم انه في تدارج ممكن في انجاح ممكن يعني هل تذبذب؟ لا اعرف يعني انت قل لي ممكن الرسم في اي ناحيه هو متجه رسم الجداري. يعني شوف في الرسم الجداري جرافيتي بالاسم تاعو المشهور عالميا، تقدر ترسم يعني على حسب المناسبه وعلى حسب المكان، كيما في ليزيكول. وفي ليزيكول نوجه تحيه للاخ مولود قصادري وحسن، نوجه لهم تحيه، خدمت معاهم بزاف، ومهدي بالطبع. الرسم في ليزيكول يعني تقدر ترسم رسومات للاطفال، يعني تشوف النظره تاع الشخص اللي راهو يشوف هذيك الرسومات كيفاش تمد انطباع لهذاك الشخص اللي حترسم له. وكي تكون في الشارع راح ترسم رسم للعامه، يعني الجاهل والمثقف والاستاذ
كاع هذيك الرسمه كي يشوفوها كل واحد كيفاش يترجمها، كل ما كان له رسم خاص. صح طبعا خاص به. ان شاء الله نتمنى لكم طبعا في كل التوفيق في هذا العالم العريق، ان شاء الله نجيب. وكذلك سعيده، سعيده بما انك في الرسم وان شاء الله نتمنى لك طبعا كل التوفيق. اعطينا كلمه اخيره ممكن للرسامين، ممكن اللي في سنك وحتى اللي راهم حابين يدخلوا هذا العالم، وكذلك تحيه خاصه لعائلتك. وطبعا انا نقول الفنانين اللي كاين ديجا عندنا معانا في الكلوب تاعنا تاع بلاك ارت، كاين اللي حشمه زعما يدير اكسبوزيسيون، زعما يقول انا ما غاديش نوري الرسم تاعي، يحشم الرسم تاعو. انا نقول لا لا، بالعكس الموهبه قليل اللي عنده، افتخر بالحاجه اللي راهي فيك، والحاجه اللي تكون فيك لازم توصل للموحل، للموحل على جالها. وبالنسبه للشكر، نشكر الام الكريمه تاعي، نشكر اخواتي اللي ساندوني في الرسم، نشكر صديقاتي اللي منهم احلام الدرع اللي قلت بمثابه اختي هي وسيليا وشانز وهويام، بزاف دعموني من هذه الناحيه تاع الرسم. كي يحكمني بلوك ارت يقولوا لي لا لا سعيده ومنا واللي وبلاك تخسري المهنه تاعك ومنا، ندي لهم بزاف الشكر. وخالاتي ثاني ان شاء الله، ان شاء الله طبعا نوجه كل من هو سند ليك طبعا، وكان سبب في النجاح، وكان سبب طبعا في نجاحك من خلال عالم الرسم. سعيده حداد نشكرك كذلك. نشكر واحد الفنان شغل فن خلاني ندخل ونحب الرسم بزاف، اللي هو الفنان محمد ناجي عرقاب، هو اللي شغل علمني الرسم الجرافيتي، ما كنتش نعرف نرسم في الجدار، هو اللي وراني. طبعا كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك نجيب، اعطينا كلمه للمشاهدين وحتى الرسامين اللي ممكن اللي راهم حابين يدخلوا لعالم الرسم. الله ينورك، كي ذكرت اسمي يعني ما هي سبب النجاح هذا. الحياه لوحه فنيه، وحنا هما الريشات تاعها، اذا ما لونتش لوحه تاعك حتبقى صماء لوحه تاعك. يعني انتم ريشات وحملوا ريشات ولونوا علامكم. فعلا هذه هي رسالتي لكل فنان، وبطريقه فنيه يعني لازم تصدم في حياتك، لازم كي دير حاجه مليحه ما تحشمش بها، بس راك دير حاجه مليحه تفيد المجتمع وعائلتك حتحكي عليك حاجه مليحه وتكون قدوه، خاصة للأطفال، بس الرسم ماشي حاجة سهلة، بس الأطفال يشوفوك حاجة كبيرة يعني. ونقول أي واحد جامي تفشل، لأنه اللي يشقى يلقى يعني دائما اللي يتعب وممكن بالطبع يواجه صعوبات راح يوصل إن شاء الله. وحتى إذا ما لقيتش روحك في مجال تقدر تنوع المجال تاعك، الحياة هذه لا تتوقف على أشخاص ولا تتوقف على رسم أو نوع أو صعوبات، لأنه ما كاش صعوبات في الحياة إذا خممت دائما سلبيا، دائما حياتنا تكون طريق وحنا نطلعوا العقبات هذوك باش نوصلوا للاخير. وتحيه نوجهها مع تحيات كثيره، لانه الاغلب هي نوجه تحيه لسعيده وعبد الرحمن بوطيش، نقول ان شاء الله تجيب الباك وتلاميذ البكالوريا ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق طبعا لكل تلاميذ البكالوريا، والام بلا ما ننسى، والاب، وحتى الجده واستاذه تاع الاسبانيه سينيورا، ومولود قزدري وحسن ورايان باكيري وعبدو حديد، ومدرسة اللي نقري فيها لاروباز وبس مسكون، نحيي لكم يا تحية، يعني ذكرت كاع الولاية. معليش ان شاء الله نوجه كل تحية طبعا اللي دائما ممكن اللي دعموك وكانوا حتى سند ليك في عالم انت بالطبع. نشكرك طبعا نجيب، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كذلك على حضوركم اليوم في عالم او في برنامج كاجي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه عدد اليوم من برنامج كاجي، نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، انتظرونا في عدد جديد مع ضيف جديد، الى اللقاء.